حلقة سليم شيبوب في حنبال. هاي. صاروا عليها برشا مشاكل. صارت عليها مشكلة. وتمنعت من بث ولا تبث؟ لا تمنعت. هي 4 ساعة 16 دقيقة. 2009. في هذا أنا. سليم شيبوب وقتها سهر رئيس بن علي. الله يرحم. في هذا أنا في برنامج هذا أنا. وصاحب صديق صاحب القناة ربي يشفيه سي العربي نصرة من له شفاء ربي يفرج عليه. وهو صاحب سي سليم شيبوب صاحب سي العربي نصرة وجابه لي للبرنامج. في العادة يمشي البرامج الرياضية جاب السيف للبرنامج نتاعي وفات الحلقة بعد 16 جاب السيف لبرنامجك؟ اي اقنعوا سي العربي قوية. اقنعوا سي نصر داكوردو فهمتي باش السيف باش قبل بالسيف باش قبل بعد 16 دقيقة غادر يمشي وخليك. كان للبرامج الرياضية جاء البرنامجي انا بعد 16 دقيقة غادر الـ البرنامج وغادرت معها انا القناة طرت في جرة سليم شيبوب لانه 16 دقيقة ذوكم اولا منعوا من البث ثانيا عملوا لي مشكلة اخف مشكلة عملوا لي كانت نجم تصير لي اكثر من هكاكة اللي هي تطريدة من القناة ومرجعت كان شنو اللي تقلق منه 2011 شنو السؤال اللي قلق سليم شيبوب اللي قلق سليم شيبوب فما كلام استعملته انا كما الانتصارات الطاغية قال لي كلمة طغيان ما تجيش قلت له انتصارات فيها برشا طغيان وبرشا جبروت وبرشا كذا كونه هو معناها بقدر ما افاد الترجي رغم انا اسبيرانتيست نعرف انت مكشخ جيت رغم قلت له رغم افاد الترجي برشا اما ضر يقولوا عليه مشكله مي انا ضر الكره التونسيه فما حاجات انت تشوفوا ضر طريقه الكلام نتاعي كانت مستفزه برشا تشوفوا ضر انت وانا ربما تخمرت نسيت اللي هو سليم شيبوب قدامي فيمكن معناتها كان سي العربي نصر اعتبره تهور مش شجاع يعني في النهايه سليم تلب انت تطرد ولا سي عربي وحده ما نعرفش الى حد الان والله اجتهد وحده يقول لك فكر ما نعرفش شكون سرب الحلقه انا سربت الحلقه في انا نخدم في جريده صريح من غدوه كتبت صفحه على منع الحلقه من البث ما خفتش اي ما خفتش تخمرت شوي ما خفتش نزلت معناتها حتى بالروح ونازل شنو نزلت ما... يا اخي مسالها كلمه نضال قديش تشلكت نزلت شنو يا معلم لا نزلت لحد شيء توا سليم شيبوب ربي يخلص واحد كلمه نضال توا سليم شيبوب في الحبس من اللي عملته في الحبس ربي يخلص واحد يا ربي يخلص واحد وربي يفرج عليه ولكن قابلته بعد 2011 علاقتنا خيبت برشا قعدت خايبه قعدت خايبة لتوا؟ لتوا مش معناها قعدت خايبة؟ معناها عاود قبلته وصارت فازة؟ مشد في قلبه برشا ربي يفرج عليه توا زايد استدعيته ما معناتها مستحيل باش يجيني ثم انه حتى علاقتنا حتى هيك تقول علاقتنا معناها تقبلته تقبلنا برشا مرات في مناسبات ما كان ماخذ موقف منه قعد يتعامل معاك بحقرة قعد ماخذ موقف منه هو اولا حتى جايانو البرنامج كان فيه برشا تكبر وبرشا استعلاء وهو بما انه صديق صاحب القناه واسمه سليم شيبوب كان يرى فيا مجرد معناتها مطبق في التعليمات وعارفي هو اللي قال يعمل له حوار ويلزم الحوار يكون على كيفه هو وكذا فانا تمردت على الحكايه ذيك وتكلفت لي ربي يخلص واحلو انتوليكا نحن ما لازموش نتكلموا اكثر من هكا انسان في الزيق